الأسرة الصحفية في البصرة توجه النداء الأخير للحكومة المحلية لإنهاء المعاناة المستمرة لسبعة أعوام متتالية والمتلخصة بمصادرة أراضيهم المقرر استلامها، ولكن تستمر الوعود دون تحقيق بتعاقب المحافظين على منصب رئاسة السلطة التنفيذية في البصرة. أولا، اللقاء مع السيد المحافظ حصرا ولا نستقبل أي ممثل عنه. ثانيا، بيان رأي السيد المحافظ لسبب عدم توزيع الأراضي رغم الوعود المتكررة بإدراج الصحفيين بالوجبات السابقة. ثالثاً، إعطاء الجهات المعنية مهلة أسبوع واحد فقط لإنهاء هذه المشكلة. رابعاً، سيلجأ الصحفيون إلى خطوات تصعيدية في حال استمرار تسويف المطالب. بيان لخص المطالب الصحفية وتصريحات منفردة لوحت بخطوات تصعيدية تتضمن مقاطعة أنشطة الدوائر التي عرقلت عملية توزيع قطع الأراضي لصحفيي البصرة. قطعة أرض ما تسوى، مو فد شيء يعني إذا اليوم تم تخصيصها للصحفي، والبصرة بها هواية أماكن. فإحنا نطالب اليوم من هذا المكان السيد المحافظ من بعد ما تابعوا الصحفيين موضوعة ملف قطع الأراضي بالإضافة للنقابة يتابعها بشكل مباشر، يعني يكون اهتمام بالموضوع، ما يكلف ساعة ساعتين أسبوع 10 أيام إنه نشوف شنو المشكلة وين الخلل بالضبط، وساعتها يتم تحديد إنه هل يا ترى الصحفيين يستحقون هذه قطع الأراضي أم لا. الإشارة الإعلامية انطلقت بوقفة بسيطة وقد تمتد لأكثر من ذلك، فمن قدموا وبذلوا الجهود في مهنة المتاعب وعرضوا أنفسهم للخطر بحاجة لإنصاف حكومي ينهي معضلة نيل الحقوق لعناصر الصحافة والإعلام. بين شهيد وبين متعرض للتهديد والوعيد، الأسرة الصحفية تضحي في البصرة وتقدم كل ما يمكن لخدمة البلد، لكنها تجابه بحرب عدم نيل حقوقها حتى اللحظة. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.